جمهورنا الكريم متحدثنا القادم أسرنا بابتسامة، يظنونه ويزعمون أنه سفير التطوع وهو كذلك بالفعل، يحلم ثم يحلم فيبتكر ويبدع ويتميز. نترككم مع لدي حلم ومحمد المطيري. يا شكرا. مرحبا. السلام عليكم. معليش مرتبك شوي. مساكم الله بالخير جميعا، واشكر لكم صبركم حتى هذه اللحظه الاخيره، او بالمعنى الحرفي ما قبل الاخيره، لانه في ناس كثير مو قاعدين عشان يقعد عشان الايباد. المهم انا ما ادري بدا العرض. انا محمد المطيري، صفحه الاولى. انا محمد المطيري طالب جامعي ادرس كليه الشريعه مستوى الثامن، وعشت احلام مختلفه ومارست تجارب كثيره في حياتي الصغيره البسيطه، فطلعت هي الحقيقه مجموعه احلام ما هو حلم واحد. اسمحوا لي اني افضفض لكم. هذا التوك عباره عن عصف ذهني صحه الكلمه، افكار كثيره، خواطر، احلام، منها شيء يتحقق جزء منها، منها شيء احتاجكم انكم تساعدوني اني احققه. 21 ابريل هو تاريخ اليوم، هو بالمناسبه التاريخ اللي انا ولدت فيه. وشكرا. ومره دخلت مكتبه وقعدت اقلب، لقيت كتاب اسمه عظماء ولدوا في هذا التاريخ، ففتحته لقيت موسوليني مولود معاي بنفس اليوم وهتلر، انا وهتلر موسوليني، ولقيت انه الرسول اللهم صل وسلم عليه مولود 21 ابريل. طبعا انا استغربت صراحه، اللهم صل وسلم عليه، صلوا عليه. بعدين اكتشفت انه غلط، كنت قاعد اقرا 20 ابريل مو 21 ابريل. المهم مو هذا الحلم. الحلم انه او الحكايه بدت في ثاني ثانوي. كانت ما ادري، انا اشعر انها هي مرحله حرجه بحكم انك بديت شوي بالثانوي، طلعت من اولى اللي هي المرحله الانتقاليه، وثالث هي مرحله تحديد المصير. فقعدت مثل اي طالب اشوف قدراتي، انظر وين انا ممكن اكون، وسالت ناس وشفت قدراتي ونظرت في نفسي وقلبت وقريت. وفجاه وانا اقلب صفحات المصحف، هذه من الاشياء اللي خلتني اعتمد هذا الحلم او اشعر انه هو مكاني، قريت ان صفات الانبياء وهم اكمل الناس، كمالات البشريه، انهم يعلمون الناس الكتاب والحكمه ويزكونهم. وهذه اختصرت في 2011 او من بعد 2000 او حتى قبل بشوي في وزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم. فانا قلت انا ابغى اكون مثلهم، اسير على خطاهم، فحسيت انه هذا مكاني. وكان عندي كذا تليفون اجري كل فتره مع حبيب قلبي عمر، اخوي عمر الجريسي، وكنا ندردش في كل اسبوع الموضوع، مره فضفضه، مره نكت، مره نسولف، مره. فاثناء ما ادور بالحوش فتحت مره بحلم التعليم، وقلت له هذا الملمح من الايه، وقلت له اني اتمنى يصير عندي مدرسه خاصه تكون المدرسه المثاليه، المدرسه الحلم، المدرسه اللي كل شيء فيها كامل، فيها مدرسين احسن مدرسين، فيها مناهج احسن مدارس، احسن مناهج، شكلها رهيب، طلابها متفوقين، مبدعه، ما فيها حصص كثيره، فيها اشياء ممتعه، مدرسه كذا كانت سواليف يعني. فقال لي محمد انا احلم ايضا اني افتح مدرسه. هالكلام يمكن عمره الذكر كان ثالث ثانوي. وبعد سنتين او ثلاث سنين من هالمكالمه اتصل بي عمر وقال انا اشتريت مدرسه اسمها مدارس المناهج. فحولت انتساب الترم اللي بعده واشتغلت في المدرسة فصل كامل وعملت في النشاط، وعشت حلم أنا كنت أعتبره بعيد وصعب أني أعيشه وأنا في مرحلة لسه مرحلة جامعة. وكانت مكالمة التليفون أنا أذكر تفاصيلها، وحوش بيتنا بوريكم إياه بعد شوي بحكم أنه شاهد كثير من الاتصالات والأشياء اللي أنا بالنسبة لي يعني شيء مهم بحياتي. هذا بالنسبة للحوش. ثم اشتغلت في القبول والتسجيل بالجامعة بعد أظن الصيفية اللي قبل ما أشتغل فيها في المدرسة مع الجامعة، جامعة الإمام، وتفاجأت في مصايب في القبول، ملفات ترمى، كانوا يصفون عندي يقول أنت مطوع، يقول عنك حبيب، تكفى افزع لنا. قلت ممتاز، وش تبي؟ قال تكفى عطني في كلية زينة. قلت ما فهمت، قال واحد جغرافيا واحد تاريخ. قلت فلافل أبو عدنان الداخل، هذه كلية، هذه حياتك، كيف أنا أقرر لك شيء مصيرك كله يتعلق فيه؟ وملفات ترمى يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، 10 و20 ونسب مرتفعة تعتبر تقريبا يعني 85 و82 ما يدرون وين يروحون.
فتضايقت زيادة وآمنت أنه هذا مكان يحتاج الناس أن يهتموا فيه. النقطة الثالثة اللي مفروض تطلع هنا اللي هي السنوات الكثيرة اللي ضاعت لأصحابي. أنا الآن 5 سنين من يومنا في الجامعة، واحد من ربعي درس 6 سنين طب، بعضكم يعرفه، خذ شهادة الطب ثم حطها بالدرج. واحد من زملائي كان معي بالفصل درس 4 سنين محاسبة، تخرج من المحاسبة قال هذه الشهادة لأهلي، حلمي مو في المحاسبة، ودخل كلية ثانية، وقصص كثيرة في مثل هذا الإطار. فحسيت أنه لازم نسوي شيء. جلسنا مجموعة بدون أي موارد، بدون أي تنظيم، في كافي من كليات مختلفة في جامعة الإمام، قلنا نبغى نسوي ملتقى لطلاب التعليم العام. هذا الملتقى يجمع الطلاب اللي عندهم أفكار والدكاترة في الكليات ويعرفون الناس بالتخصصات. بدت هذه الفكرة على ورق وكانت شيء عادي جدا، وانحطت في الدرج سنة، ثم أحيت من جديد بقدرة الله قبل 4 أو 5 شهور، وضبطناها وسويناها برزنتيشن ورفعناها لجامعة الإمام. جامعة الإمام أقرت هذه الفكرة، وجتني رسالة قبل يمكن أسبوع أو أسبوعين من عميد النشاط بالجامعة أن هذه الفكرة وافقت عليها وزارة التربية والتعليم، ووافقت عليها الجامعة، ونبغى نجلس مع بعض حتى نضع خطتها العامة. اللقاء في كافي يؤدي إلى مشروع مثل هذا. وبينما أنا أدردش بالتليفون وأقول حضر للتوك، تفاجأت أنه في مشروع الزميلي علي القرعاوي مع بعض الشباب أصحابه، أنهم بيسوون مدونة أو موقع يهتم بهذه القضية بالذات، أنه ناس يدخلون هالموقع ويلقون جامعات المملكة بكلياتها، تضغط الكلية تبيها يجيك برزنتيشن عن الكلية، موادها، إذا تخرج وين تكون فيها، مين أبرز الناس اللي تخرجوا منها من الكبار في البلد إلى آخره، معلومات. وممكن يتطور هذه الفكرة أو يتطور هذا الموقع إلى مركز متكامل يقيم ملتقى سنوي، يصير فيه دورات، يصير فيه لقاءات عامة كل فترة مع أشخاص معينين مهتمين في مجال، واحد متميز بهندسة كهربائية، واحد متميز في تجارة، وواحد متميز في الإعلام، بحيث يدخل الطالب هذا المركز أو يدخل في هذه الدورة اللي يتعلم فيها، يتخرج منها هو يموس دورة أو محاضرة يحضرها، وهي صارت موضة وهي شيء جيد يعني. لا، تصير عبارة عن دورة متكاملة يخرج منها الطالب بعد سنة وهو عارف وين مكانه بالذات، ومقتنع فيه، وراح وشافه وشم الأسياب في الكلية وقلب الأوراق وحس إنه هذا هو مكانه. هذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة هي عبارة عن هذا دولابي. بالمناسبة نسيت أقول لكم قصة دولابي. كتبت عليه قبل 3 سنين فكرة مدرسة أنا أحلم فيها، ما في وقت وبيذول يلاحقوني بعد شوي بيأشرون علي، فممكن أقول لكم القصة بعدين أو بتويتر أو بأي مكان. بس هم اللي كتبت قصة مدرسة حلم أنا أراها وقسمتها في ورقة وعلقتها على دولابي عندي اللي بالنص، مسميه شيء من أمنياتي. وبالمناسبة أكبر أمنية عندي بالدولاب، لا تضحكون، أني ألقى جوال ما أدفع فواتيره أبداً يعني، فاللي ممكن يساعدني تحقيق هالأمنية شكراً يعني. هذا حوشنا بالمناسبة. التجربة اللي عشتها، رحت إلى مدرسة من المدارس وقلت وهذا حلم قادم هو اللي ممكن أبدأ فيه أحقق فيه حلم المدرسة. ما أبغى أبني مدرسة من توجهات ونظرات وعقليات المدرسين أو المدراء أو أصحاب التجارب وبس، نبغى نبني تجربة، نبني مدرسة متكاملة، الطلاب يبغونها تصير كذا لأنه هم اللي يتعلموا، فهم من حقهم. عمر كان يتكلم عن المعلم وأنه من حقه أنه يتكلم عن العملية التعليمية. أنا أقول أيضاً الطالب لازم يحدد إيش هو يبغى وكيف هو يشوف المدرسة. رحت مدرسة معينة وطلبت من طلاب الابتدائي يجون 3-4 من كل مرحلة، وقلت لها الطلاب أسألكم 4 أسئلة وبعطيكم شيء خامس مفتوح، ما يبقي لكم شيء. ما مارست معاهم أي توجيه، ما قلت لهم أي كلمة إلا 4 أسئلة، وحطيت الكاميرا ووقفت وما علقت على أي شيء سووه. كنا كل ما يخلص واحد نصفق له ونسلم عليه ونكست. قلت لهم وش المدرسة وكيف وليش نتعلم، وش أكثر شيء تحبه في المدرسة، وش أكثر شيء تكرهه في المدرسة، وبعدين قلت له كل شيء مفتوح. والأستاذ عبد الرحمن أبو عبادة وكيل مدارس الرواد وهي المدرسة، فضحت نفسي، هو اللي ساعدني جزاه الله خير وسهل لي هالموضوع باتصال تليفوني جميل يعني. فسمعت من الطلاب أشياء أصدمتني صراحة وكانت غريبة، وأرجع أكد أنا ما ورست عليهم أي توجيه، حطيت الكاميرا ولبستهم مايك وقلت أتكلم، فودي تشوفون تسمعون منهم. أكره المدرسة، أكره الواجبات وكل اللي فيها، مخنزة. أنا كلنا نكره المدرسة، بس ما لازم أتعلم من بدونها يعني ما في نجاح وزي كذا، ومع ذلك أنا أكره المدرسة. هذا
هذا شعورهم هم، كلهم يكرهون المدرسة، مخنزة 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 عشان ما هو يعبر. هذا شيء مؤلم الصراحة، هو مضحك وجميل وأنه يمكن يمارس عليهم مدرس معين ضغط معين، بس هذا أيضا شيء محزن أنه إحنا قاعدين نربي طلابنا على كره المدرسة، وبالتالي طبيعي إذا وصل الثانوي يصير تايه، وطبيعي يدرس في الجامعة وهو مهمل، وطبيعي يتخرج بنسبة عادية، وطبيعي يصير عندنا بطالة، طبيعي لأنه هذا هو المسار اللي بيوصلنا إذا كان هذا شعورهم وهم طلاب ابتدائي. طيب اللقطة الثانية، أنا ودي تجي بس لأنه على طول بتبدأ. كل المدرسة أكرهها، بس كل كل المدرسة، قلت إيش تكره؟ بعضهم قال المقصف، بعضهم قال مدرس رياضيات، واحد قال مدرس القرآن شديد شوي ونزل راسه، بس هذا بكل بساطة قال كل، ما في شيء مدرسة أصلا حلو يعني. الشريحة اللي بعدها ودي أصير عملاق وأدعس في المدرسة وأفتكها مع المدرسين اللي فيها. أكد إني ما مارست عليهم أي توجيه، هم اللي عبروا عن هذا بأنفسهم. اللي بعده، ودي أشجع المدرسين في ألعاب كمبيوتر وأقعد أفقعهم فيها، أسلخهم وأذبحهم. أنا ودي يعني أقول عن المقصف، غالي مرة يعني مرة، إني تلقى الحلاوة هذا بعشرين ريال وبالبقالة بنص ريال، ويعني زي كذا يعني. بس في بعض المدرسين يكون جرحهم زين بس يطقون يهاوشون زي كذا يعني، يلا حسال حال حرام. اللي بعدها، بمنها عن المعلم، أنا أرسل رسالة لكل مدرسين العالم أن الطلاب كله يكرهكم وكم كثير يعني حسوا من وضعكم لعبونا يعني كثير. يقول طلاب يكرهونكم كثير يعني لعبونا كثير. ذكرت قصيدة الأستاذ إبراهيم طوقان يقول يعارض فيها قصيدة أحمد شوقي، اسمحوا لي ما بداني أحفظها حكم كان في ضغط كبير. يقول شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم يوفيه التبجيلة، أقعد فديتك، هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا، ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جرب التدريس شوقي ساعة لقض الحياة شقاوة وخمولا، حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا، مئة على مئة إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولو أن في التصليح نفعا يرتجى، وأبيك لم أكو بالعيون بخيلا، لكن أصلح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى حمارا بعد ذلك قاف إليه والمفعولة.